نستحمل، ما بقيتش قادرة، ما كذبش عليكم، ما بقيتش قادرة نستحمل. راكم عارفيني علاش نهضر، لحقاش عييت، وزعما ما يمكنش الحب المجنون مرة أخرى. هذه تاني مرة تتوقع لي في حياتي، هي أن شي واحد تيبغيك بواحد الجنون ديال الأوبسيسيون، تيولي أنت ديالي، أنا قلت لك يا ديالي يا غادي ندمرك، يا ديالي يا غادي نمحيك. ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش، يعني لا يعقل، ولا يعقل أن هذه الحياة تبقى مستمرة بالطريقة. ماشي سهلة لحقاش، شوفوا أنا راه بوحدي هنا، ما عندي لا عائلة لا خوت لا حباب لا خوال لا عمام لا حتى شي واحد واقف شد لي ظهري، يعني بوحدي. ماشي مشكل تجيني الدموع، ماشي مشكل، غادي نخضر وغادي نفوت هاد المحنة، وغادي نبدا أزيرو، وغادي نبدا حياتي من الصفر كيما درت قبل. غادي نعاود نديرها دابا، وإن شاء الله بإذن الله يعاود كل شيء يمشي هو هذاك بجد الله. واخا ماشي سهلة ولكن غادي نقدر. يعني ماشي 12 عام وانا مع هاد السيد، 12 عام ما على فلوس ما على طمع، شفتوني درت منه شي حاجه، دار لي شي فيرالي، دار الفلوس عاد يستوكي فيهم في الكونت. المهم اذا كانت تسمعني شي بنت مغربيه عندها انتيغي ديجا داروها، عاي كيسمعوني كنهضر على مشاكل ديالي، تيمشيو يعيطوا لي تيقولوا لي نجي عندك انا، وانا نقابل لك الدراري، وانا احسن منها. سير اختي قابلي لي الدراري، وسير عنده اختي شوفي واش يعطيك داكشي اللي شقال عليك، اللي داتو القرعه غدير اللي بشعرها، داكشي اللي داتو القرعه غدير اللي بشعرها. المهم هو كيما قلت لكم واصل لواحد الدرجه ديال الهوس، مريض بيا، مريض بيا، وليت تنبان لي انا بحال المرض يعني، ولا واحد القديم كاينه ديال صافي ما بقيناش مفاهمين. سيري الله يعاونك، شدي طريقك. لا حتى راجلي الاول نفس الطريقه، راجلي الاول كان تيسد عليا، تيسد عليا وتيمشي للخدمه، تيسد عليا ما تيخليش ليا منين نتنفس ولا منين نخرج. وهذا بغى يدير ليا نفس السيستم ولكن بطرق اخرى، طريقه ديال القوالب وديال ضرب، واحد ضربه خايبه. يعني كاين بنادم اللي شفتو فيا في وجهي، هذه راه ضربه، كان ضربني قبل ما نجي للسبيطار، كنا ضربنا وكان ضربني الوجه، خمسني من وجهي وشدني من شعري وخبطني على الماريه، وكنا ضربنا واحد ضربه خايبه. انا صراحه كنت غنهز شي جنويه وما نقولش لكم اش غندير فيه، ولكن كانوا الدراري فايقين، داكشي هو اللي خلاني انني شدت راسي وما ضربتش. يعني شدت راسي بقيت نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبقيت نشوف ولادي فايقين وزكيت. هذه راه كانت جرحه، كانت طويله ديك الايامات فين ما شفتونيش، كانت جرحه كلها بحال هكا كتنقشرها، وبقات ليا شويه السيكاتريس. المهم معليش، من طبيعه الحال ماشي هذيك اللعبه ديال ضربني وانا تنشوف، راه انا تنضرب، راه انا راه بالجعديه. هو ملي كتوصلوا لهاد المراحل صافي ما بقى ما يتلبى، كل واحد يشد طريقه. المشكل عرفت انا ما عرفتش انا هاد الحب اشنو سميتو هاد الحب. انا الكليه ديالي كنت تنبغيه، داك الكليه بسنوبي اللي كان عندي كنت تنبغيه من الحب ديالي ليه، لانني مريضه وفي الديبرسيون. من الحب ديالي ليه قلت اللهم نعطيه لشي مراه تهلا فيه وتبغيه، ولا يبقى عندي انا مكرفص وانا في الديبرسيون ما قادرش نخرج حتى انا من الدار، فما بالك نخرج الكلب كل ثلاثه المرات في النهار. فهذا هو الحب، هذا هو الحب بالنسبه ليا، ماشي الحب نشد وحده نسد عليها. انت ديالي ما ديال حتى واحد، يا تكوني معايا قلت لك يا ندمرك يا نخرج عليك. عرفتوا ما نقولش لكم شحال من حاجه دار قانونيه باش يدمرني، ما نقولش لكم شحال، ولكن بجهد الله حتى حاجه ما تقيسني. نقول لك ولادي ما دايرش ليهم الجنسيه المغربيه، عندهم غير الجنسيه الالمانيه، باقا ما درتش ليهم الجنسيه المغربيه، وهذا هو المشكل. كون كنت مطوره وفي القوالب وتنضربها قبل ما توقع، كون راه ولادي درت ليهم الجنسيه شحال هذا. ولكن انا كنت غادي عاب النيه وتنقول ماشي مشكل ماشي مشكل. ايوا صافي اختي، بغي الحقيقه، وقلت لكم بانه ضربني، وهذا الشيء قلتو البوليس، يعني البوليس براسو فراسو القضيه، البوليس جاو عندي للسبيطار لحقاش كنت مجروحه من وجهي. يعني هادشي كامل كله واضح وباين، وما قلت غير الحقيقه، ما كاين حتى حاجه اللي يقدر يستعملها ضدي، وما عنده منين يشدني، تيخوف وتيوعوع المافيا والبقوا انا والطاليان، ودير اللي بغيتي دابا غنشوفوا حنايا هاد المافيا ديالك اش غادي دير ليا. راه نفس السيستيم ونفس الكاركاس ديال المخ ديال راجلي الاول. غير راجلي الاول شنو درت؟ فقت مع الصباح، لبست حوايجي وانا نهرب، هزيت على باسبوري، وديك الساعه كان عندي غير بيرميسو دي سوجورن ديال الطاليان، درت باسبوري في
وسط في كاسكروت باسبور في وسط الوراق درتهم وسط واحد الكيت ما كنت لابساها وانا نفرتح وانا هربت. هادشي اللي درت. اما هاد المره ما عنديش علاش غنهرب، ما عندي علاش غندير، عندي ولادي وغادي نشد ولادي قانونيا وبالقانون. يعني ما عنده ما واش يحيدوا ليه، يحيدوا لي انا الدراري اللي عندي 31 عام ويعطيهم لي هو اللي عنده 70 عام. يعني بي بولار راه هو ثنائي القطب، مرض عادي طبيعي ممكن تعيشي معاه، تتشربي ليه الليثيوم ديالو تتبقاي ستابل حياتك كامله. يعني ما كاين حتى شي مشكل. اشنا هو المشكل اللي غيخليه مثلا يحيدوا لي الدراري؟ تنتضروك ما تنتضروكش، تنشم ما تنشمش، تنكمل الحشيش ما تنكملش الحشيش. يعني ما كاين حتى شي سبب اللي غيخليهم يحيدوا. دوز عليا قسما بالله ما سهل داكشي اللي دوزو المعيور، والمعيور في المغاربه وفينا حنا المغاربه ما منظمينش، وتنعسو بحوايجنا وما زعما بحوايجنا. لا شي مره نعسي بتريكو كنتي عيانه زعما حنا متلبسوش بيجامه مثلا قبل ما ننعسو مثلا. المعيور في المغاربه مسخين، معيور في المغاربه، المعيور اللي المهم تقولوا لي زعما حنا ولا دارنا حنا ولا والمغاربه. المغرب تيدخل المغرب تيبدا يعاير في المغرب. لهذا تمي انا با ما كانش راضي عليا، انا با براسو مات الله يسمح لي من ذنوبه، با براسو ما كانش راضي على الزواج ديالي بيه، با ما كانش باغي، با ما كانش تيحملو، ما كانش مرتاح ليه بتاتا، ما كانش با مرتاح لذاك الراجل. كان تيشوفني با تيتاسف من الداخل عليا، علاش زعما بقيتي مع هذا، علاش انت علاش اختارتي هذه الحياه بحال هكا. با مسكين كان ما عمري ما شفت با فرحان ليا من الداخل على ذاك الراجل. فلهذا حتى دابا اللي نطولوا نقصروا، كل واحد يشد طريقه. كاين القانون وكاين المخزن في البلاد، وديك واع 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 انا ندير لك، انا نفعل لك، انا ندمرك، انا نشوف واش بغى يدير كاع، اش بغى يدير كاع، اش بغى يدير كاع. المهم لا درت شي حاجه، لا طرات لي شي حاجه، لا مشى عطى لشي روسي 4 ولا 5 مليون وضربوني شي ضربه، عرف مت ولا شي حاجه، عرفوا الضربه منين جايه. هادشي اللي غيقدر يوقع مثلا. السلام عليكم خوتي المغاربه، نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وما يخصكم حتى خير، اللي هنا واللي لداخل واللي على برا واللي وصل واللي باقي حاصل. تحياتي لبنات ولاد الاصل. تفاصيل هذه الحلقه كما شفتوا الفيديو اخواني المشاهدين، اليوم جينا نهضروا على واحد الموضوع اللي راح داير واحد الضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي ديال اختنا وحبيبتنا اكرام بيلانوفا. اخواني المشاهدين اللي عندها واحد القناه كبيره ما يقارب 3 مليون او 4 مليون مشترك، يعرفها الصغير والكبير، ما كتادي حد، ما كدير حد، ما كدير فضائح، ما والو، يعني عطات، يعني نجحت في الاعمال ديالها. ولكن وقع لها واحد المشكل مع الزوج ديالها، وانا غادي تعرفوا بزاف ديال الحقائق وغادي نفهموا اخواني المشاهدين الناس اللي مراهمش فاهمين ونصحوا بعض المغالطات. اخواني المشاهدين انا غير باش تعرفوا، يعني باش نبديو تفاصيل هذه الحلقه، يعني قالت بانها راني بوحدي ما عندي لا حنين لا رحيم. انا فهمتها واش بغات تقول، هضرت على الغربه. الغربه ملي تكون بوحدك اخواني المشاهدين راه ماشي غير ركبك الديبريسيو او الاكتئاب، ركبك شي حاجه اخرى. لهذا اخواني المشاهدين عندها الصح، راه ما وصلت لديك الحاله جوج مرات وهي كتدخل يعني بسيشاطري، يعني كتدخل للسبيطار ديال الحماق، وداك السبيطار راه ماشي ساهل، راه فيه الحماق وفيه الاخر. ولكن بحال هادو يعني كيديروهم في واحد الاخرين بوحدهم، غادي الا شفت هذا الفيديو غادي تقول لي راه عندك الصح. لهذا اخواني المشاهدين الى لقينا شي اعجاب وشي الفيديو طلع بزاف باش يوصلها اخواني المشاهدين، غادي نتواصلوا معها وغادي نمشيو عندها ان شاء الله، لان راه ما بعيداش عليا، راه قريبه غير هنايا واحد الساعه ولا ديال الطريق. نمشي نعاونوها باش تحس بلي راه ما راهاش بوحدها، راه معاها المغاربه. فهمتوني اخواني المشاهدين؟ وكاينين بزاف ديال المغاربه هنا في الدير الالمانيه ان شاء الله راهم معاك اختي العزيزه. لان اخواني المشاهدين راه فوتت في الاول، راه تزوجت مع راجل الاول في طاليان اخواني المشاهدين، وذاك الراجل يعني كاين واحد الحب ديال الجنون. هذاك انا ما فهمتهمش كي كيديروا هاد الناس، يعني ملي كيمشي يخدم كيسد عليها الباب، ما ينحلش عليها الباب حتى يجي من الخدمه. هادشي راه لا يعقل. يعني كما نقولوا راك سمعتوا اخواني المشاهدين في الفيديو، هزت باليسه، هزت باسبورها، هربت مشات. هاد الزوج يعني نفس الطريقه، ولكن كما سمعتوا في الفيديو كيقول لها يا اما غادي تكوني ليا، يا اما غادي نصفيها لك. كيبقى يدا مافيا طاليان كذا وكذا. ولكن غير باش نصح واحد المعلومات وغادي نصحح بعدا الاخ يوسف الزرواري. خو يوسف مجيد الحمدوشي اللي كنت عنده البارح، مجيد الحمدوشي غني عن التعريف، هذاك دكتور يعني الطب العام، دكتور اخواني اخواتي الكرام. غير باش نصحوا هذه المعلومه،
انت قلت فرانكفورت، هذيك راه ماشي فرانكفورت اللي كنت فيها، كنت في اوفنباخ هيسن حدا فرانكفورت، ولكن هذيك سميتها اوفنباخ لان عنده العياده هو في اوفنباخ، يعني فين عنده العياده الدار ديالو حدا الدار ديالي، فين عنده العياده الدار ديالي حداه، فهمتوا اخواني اخواتي الكرام؟ هو كان في اوفنباخ، يعني غير باش نصحح لك هذه المعلومه. هو الدكتور ماجد يعني الحمدوشي كيقولوا له الحم، هو معروف بالحمدوشي هنا في المانيا، يعني كينظم حتى الحفلات، كيجيب مغنيين، كيجيب مغنيين كبار، مو في عيد العرش، المهم في الاعياد الدينيه او الاعياد او حفلات، كينظم حفلات، لان شحال من خطره كنحضر له الحفلات اخواني اخواتي الكرام، هنا معروف كيدير حتى هو الخير. المهم غير باش نصحح لك هذه المعلومه، وغادي نزيد نصح لك معلومه اخرى، كما قالت الاخت اكرام بالله نوفا، انه حنا عندنا هنا في اوروبا، وهذا الشيء يعني ما كاينش في المغرب، يعني ما الا كان عندك شي حساب مع شي واحد ماشي غادي تجبد عليه بوشيه ولا غادي تجبد عليه سيف، لا هنا ما كاينش هذا الشيء، كاين حاجه اخرى، غير باش نصح لك اخويا يوسف وباش تعقل وباش تعرف، انت راك في اوروبا وراك عارف، سيرتو هنا في المانيا، المانيا ماشي هي فرنسا ولا الاخر، غير باش تعرف. هنا كما قالت اكرام بيلانوفا في الفيديو في ذاك المقتطف، يعني بنادم الا كان عنده شي حساب مع شي واحد هنايا ويعني ما بغاش يخسر يديه ولا يدير شي حاجه، يكريه يكري بناء يكري شي واحد، يعطيه 4 5 مليون ولا يعطيه ديك الحاجه يقول له صفيها لي لهذاك، هنا ما يجي يهضر معاك ما يتكلم معاك، يصفيها لك ديريكت، هذه عندها الصح فيها، يعني يصفيها لك ديريكت، هذه غير باش تعرف. هنايا ما عندهمش هذيك اللقطه يجيب لك البوشيه ولا يخافوا من الموت، ما كايناش هذه، غير باش تعرف، هذه باش بنادم يعرفها، لان علاش مسكينه هي كانت خايفه، ولكن ما يعني الحمد لله، يعني كما سمعتوا هي القضيه وصلت للبوليس، هو كان باغي يدي لها اخواني اخواتي الكرام الوليدات، يعني باش يدخلها البسوشاطر، يعني كاين بزاف ديال التخربيق، يعني هنا يا اخواني المشاهدين كاين واحد كيما نقول واحد البيرو تاع يوغنت امت، هذه يوغنت امت اخواني المشاهدين الا شافوا المراه تسكر ولا تكمي ولا دير شي حاجه ولا ما تهلاش في ولادها ولا الاخر، يجيو يحيدوا لها الولاد ديريكت، ما كان لا ما يتفاهموا معها، ما هو يقدروا يتفاهموا معها كاف شويه، المهم يحيدوا لها الولاد، وراه صعيبه باش الام تعيش بلا ولادها، يعني كاينه حتى في الطالين هذه القضيه هذه، يعني كيحيدوا لك الولاد، خصك تهلا في ولادك، الا ما طلتش في ولادك وما لبسوش مزيان وما جابش يحيدوهم لك، هذه راها باين. ولو اخت اكرام راهم معاك المغاربه كاملين، وحنا رحنا معاك ان شاء الله، الا كتب الله غادي نمشيو عندها، غادي نبرو الرقم ديالها وغادي نتواصلوا معها وغادي نمشيو عندها اخواني المشاهدين، يعني ضروري غادي نمشيو عندها باش ان شاء الله باش تحس براسها ما راهاش بوحدها، يعني اخواني المشاهدين هي من خرجت من السبيطار راه ممنوع منعا باتا كتخرج من السبيطار ويعطيوها غير واحد الوقيته ولا شافوها تحوس ولا دير شي حاجه ولا منا ولا منا، يعني غادي تكون واحد الحوايج اخرين، فهمتوني اخواني المشاهدين؟ يعني غير باش تعرف بلي انها ما راهاش بوحدها، يعني هنا بغينا نصحو بزاف ديال الاغلاط. هنا يا اخواني المشاهدين كما شفتوا انه كيهدد، يعني في الاول كانت مع واحد الراجل، تزوجت واحد الراجل في الطاليان يعني. تزوجت معاه، يعني بقى مين يمشي للخدمه بقى يحبسها اخواني اخواتي الكرام حتى يجي وعاد يحل عليها الباب. واش راكم شفتوا اخواني المشاهدين تصورها؟ كانت ايه ما شاء الله من ايه الجمال، ايه من الجمال، يعني كانت ضعيفه، كانت لا تاي مانكا، يعني كل شيء هو هذاك، ولكن ما حد بنادم كيدخل لبسو شاطري راه هو ان راه وصل لواحد الدرجه ما تصور. انا راه كاين بزاف ديال الناس اللي انتحروا راه جوج مرات ولا ثلاثه تاع المرات باش تدخل لبسو شاطري، راه ماشي سهله، وداك لبسو شاطري فيه الهباله، فيه الناس اللي ماشي هما هادوك، فيهم لا اله الا الله، يعني هو غير هادي يعني باش كيدخلوا تما كيعطيهم الدواء باش كيتكلموا باش يتعالجوا. ولكن اخت اكرام غادي نوصيك واحد الوصايه، وغادي يعني هذا الميساج موجه لك، يعني داك الدواء حيديه عليك، ما تبقايش تاكليه بتاتا صافي، لان هو اللي كيغلطها اخواني المشاهدين، داك الدواء ديال الاعصاب هو اللي كيغلط، لا حول ولا، يعني باش تكالما باش تنسى، لانها كانت باينه كانت منهاره، راكم سمعتوا اخواني المشاهدين في هذيك النبشه، يعني ضربها يضرب لها راسها مع الحيط، يعني بزاف ديال الصوالح كان بغي يعذبها اخواني المشاهدين. انا حاجه اللي ما فهمتهاش، بعض المغربيات كيتواصلوا مع راجلها وكيقولوا له بعدها وحنا حسنا وحنا نجيو نقابلوا لك الاولاد، يعني وكان لقات فيه الخير هي وكرا الله ينعل الشيطان، واش كتبغيو تشتوا الشمل وتديو رجالت اللي مزوجين؟ انا ما فهمتكمش والله ما فهمتكم، انا والله ما فهمت، كيتواصلوا معايا يقولوا احنا احسن منا، يعني كيما نقولوا احنا نجيو نربيو لك وكذا وكذا، هي كانت شي وحده لا صيانه راه بعدا دير الوراق لولادها تاع المغرب، حتى لا صرات شي حاجه تديهم معاها،
فهمتوني اخواني اخواني، وكان كانت لاسيانا وكان عندها الكونت عامر، كان يعني واخا هو لاباس عليه وعنده وكذا، يعني ضرب له كل شيء نص في النص. كان كتشي وحده لاسيانا راه بزاف، على سيرتو انا في المانيا الا كنت مزوج مع شي وحده وعندك الاملاك راه يقدروا يخرجوك نتايا. يعني الحمد لله كان القوانين في المانيا، كان القوانين في اوروبا، يقدروا واخا تشري الضرب 100 مليون رزقك على سميتك الا يخرجوك نتايا، ولا تقسموا كل شيء في النص. المهم بعدا الا وقع المشكل يخرجوك انت تكري، واخا الدار ديالك انت شاريها ب 200 مليون يخرجوك بعدا انت تكري، والدار تبقى عندها وساكنه فيها، ما تقدر لا تبيع ولا تشري ولا. هذا هو الحوايج اللي ماشي زينين هنا. عندك اي حاجه يقسموها معها في النص، اي حاجه اخواني المشاهدين. لهذا راكم شفتوا انه تكرفست معاه لواحد الدرجه ما تصور، وباقيه صابره وشافات عليها وباقيه صابره. هذا الشيء اللي شفتوه غير قليل، راها باقيه صابره. وكان كتشي واحد كره مشات راه صغيره وزوينه ولاطي عندها مزيان، كره مشات تزوجت شي واحد اخر، يعني الزواج الاول ما صدق لهاش مسكينه، الزواج الثاني هكذا، يعني ربي كتب عليها هكذا. الحمد لله كاع الحاجه اللي تجي مع الله مزيان. فهمتوني اخوتي واش بغيت نقول لكم؟ يعني هذا الشيء انه انا بغيت نوصل غير واحد الميساج ليها، بانه رحنا معاك والمغاربه راهم معاك، وراكي ما راكيش بوحدك. انا حسيت بها من قلت هذيك راني بوحدي وكذا، ما عندي لا حنين لا رحيم. انا هنا في رمضان اخواني المشاهدين او غير رمضان، مي تكون بوحدك راه يقيسك الديبريسيو، يقيسك الاكتئاب، بنادم يبغي يهضر يتفرقع، يبغي ينتحر، يدخل عليك الوقت. مهم تبقى تحس بانك راه فيك جميع الامراض، اقسم لكم بالله. هنا اخواني المشاهدين الحاجه اللي انا كتعجبني يعني الدوله ديال المانيا، انا كتجيني من احسن الدول الاوروبيه. غادي نقول لكم علاش. فواحد الحاجه، حاجه اخرى يعني غادي نحكي لكم، يعني هنا اخواني المشاهدين العام كامل الشتاء والبرد والثلج، ملي كيجي هاد الشهورات نتاع الربيع شويه كتبقى تشمش الدعوه، ولا في الصيف شهر 8 شهر 7 صافي، من بعد اخواني المشاهدين غير الثلج والشتاء. علاش؟ هنا كيقيسك واحد الاكتئاب، هنا كتكتئب. والروتين، واش الروتين؟ حنا ماشي كي المغرب اخواني المشاهدين، واحد الروتين يعني من الخدمه للدار، من الخدمه للدار، من الخدمه، يقيسك الهبال. يعني هنا ما كانش كيما نقولوا الجيران، يعني كلشي البيبان محلولين، شوف هذا دخل عند هذا، ما كانش هذوك الاجواء. دخل سلام، هالو هالو، السلام عليكم، السلام عليكم، دخل تمشي لدارك تنعس، غدا لي نفس الروتين. وهذا هو خطا كبير، ماشي بنادم خصو الخدمه للدار، الماكله، النعاس، الدوش، الخدمه للدار. هذا راه خطا كبير، بنادم خصو يدير. راه من اي واحد راه قيسو اللي كيجي هنا لالمانيا غير بهذا الشيء كيقيسوا الاكتئاب. والناس باش كتخاف هنا من المانيا اخواني المشاهدين؟ بريف كاستن، بريف كاستن، الناس اللي في المانيا راهم عارفين واش هي، يعني ديك البواطه نتاع البريات. مين كيجي كيلقى نتاع المحكمه، كيلقى نتاع المحامي، كيلقى الضو اللي ما صافي كيكثروا عليه اخواني المشاهدين. هنا اي واحد في المانيا كيخاف من ديك مين كيجي من الخدمه او يجي للدار، ديما كيمشي هذيك نتاع البراوات. هنا الحاجه اللي عندنا اي واحد كيخاف منها، كيجيك بروسي، كيجيك كذا. مهم دوك البراوات اخواني المشاهد، يعني القانون تاع الطاليان ماشي كي ديال هنايا، يعني هو بغى يبعدها على ولادها. وشوف سبحان الله العلي العظيم، واخا هي كذلك قالت بان انا ماشي بنت الحرام وما نبعدوش على ولادو ونخليه يشوف ولادو. فهمتوني اخواني المشاهدين؟ هاي درك غادي تكري مسكينه بوحدها، وراه تدبر يعني صافي، راه غادي تعلن الطلاق ديالها بانها ما بغاش تزيد مع اخواني المشاهدين. وكيقول لها التهديدات، غادي ندير لك وغادي نقتلك وغادي نفعل لك وغادي نترك لك ولا مشيتي وكذا وكذا. ويعني كيدير لها، كيدير لها الخزعبيلات، كيدير لها واحد الطريقه باش يحيد لها الاولاد، يعني المشاكل معاه، يقول تامط مع الدوله مع كذا. ولكن شوف كيدير، يدخل لها اخواني اخواتي الكرام باش يقول لهم انها هبيله ما صالحاش، انها موسوسه، وراها دخلت للبسيشاطري مسكين. كاينة يا صاحبي، لا إله إلا الله. يعني مين كيشوف واحد الإنسان كتاكل الكنين تاع الأعصاب وكتاع الديبريسيون والآخر، كيقول له بأنها هبيلة وكذا. يعني هو هذا الشيء اللي بغى باش يحيدوا لها إخواني أخواتي الكرام، وتخرج بحال نقولوا الشعرة من العجين. ولكن ربي راه معاها والمغاربة راهم معاك إخواني المشاهدين. حنا ما كنخافوا من حتى شي واحد غير من الله سبحانه وتعالى، ولكن غير بغيت نوصي واحد الحاجة اللي هنا كاينة في أوروبا، سيرتو هنا في ألمانيا إخواني أخواتي الكرام. غير باش نوصي، لأن علاش قلت نوجه رسالة ليوسف، انه اخواني اخواتي الكرام، يعني الخوف من الله الا كتبت عليه بنادم شي حاجه راه كتبت عليه. ولكن هنا راكم تعرفوا اخواني المشاهدين، يعني الا بنادم در يعني كان عندك معاه حساب ولا شي حاجه، يعني ما كانش كيك في المغرب غادي يجبد عليك موس ولا غادي يجي ولا يقري. لا اخواني المشاهدين، يقدر يصيفط لك غير وحدين انت خارج من الدار ما بك ما عليه، تيصفيوها لك سبلا بلاص. يعني شحال من حاجه شفناها بعينينا اخواني اخواتي الكرام، يعني يصفيها لك، درتي كري غير شي واحد انت ما تعرفوش كاع، وخا انت عندك هذاك مع الحساب، ولكن غادي يجي كري غير شي واحد. كما قالها اخواني اخواتي الكرام، هي خافت، قال لها غادي نصفيها لك ومافيا وكذا وكذا. دركي قال لك انه راه خاف من الشوها وخاف من الاخر، غير باش نعرفوا بان باش تعرف بان راه عندها مغاربه في جنبها. وان شاء الله الا لقيت هذا الفيديو، لقيت فيه اخواني المشاهدين
تعاليق بزاف ولي كومونتيرات ولي جيم ان شاء الله طلع نديروا واحد النهار ونمشيو عندها باش نوقفوا معاها، لان احنا ني رجال الا ما وقفناش مع بنات بلادنا عام غادي نوقف، وان شاء الله يجي حتى حنا اللي يوقف معانا. هادشي اللي غادي نقولوا، حنا نبغيو نديروا الخير والله يجعلنا على باش نقدروا فعل الخير، يعني بنات باش ما احتاجتنا، ماشي حكا نقول لك حاجاتنا بفلوس ولا شي حاجه ولا غادي نعاونوها بفلوس، اصلا ما يخصها حتى خير، نعاونوها غير هكذا معنويا ونوقفوا معاها، لان كان ما نوقفوش معاهم حنا راه شكون اللي غادي يوقف معاهم؟ يعني غادي يجي واحد النهار بنادم كيصرا له مشكل حنا غادي نوقفوا معاه، فهمتوني اخواني اخواني؟ ونتمنى هادشي اللي كاين حنا يعني كما نقولوا، يعني هذه رساله وجهتها وان شاء الله هي غادي تكون بخير وغادي يعني تتجاوز هذه المرحله هذه، لان اخواني مش هادي شكون اللي غلط غلط، هذاك الديوان تاع الاعصاب، يعني وكان ما وصلت لهذه المرحله راه ما غاديش تدخل للبسيشاطر اخواني المشاهدين، عندها واحد الوقيته ديال الخروج ديالها وخاصها تولي للسبيطار، راه كاين اللي فوتوا 6 شهور 7 شهور في داك البسيشاطر اخواني المشاهدين، راك تحماق، كاين اللي فوتوا 6 شهور 7 شهور تحماق وتهبل، كاين شحال من واحد انتحروا اخواني المشاهدين، علاش هنايا حاجه وحده اللي ماشي هي اللي ماشي زينه، هنا بنادم اللي كيجي هنا لالمانيا كيقيسوا الديبريسيون والاكتئاب، شحال من واحد يعني كاين الناس بوليد راه تعرف شحال من وحده كنعرفها قايسها الديبريسيون، شحال من واحد درك راه غادي يقول لك واش هو هاد الديبريسيون واش هو هاد الاكتئاب، اقسم لكم بالله العلي العظيم، وكان تعرفوا الشهاده راكم غادي لا اله الا الله، راه قاسوا ممثلين قاسوا، يعني هاد الاكتئاب راه خطير، كيدخلك الوسواس كيدخلك كتقول راني مريض بجميع الامراض، كتقنط من الدنيا الله يستر، كتبقى تشوف الضبابه، المهم لا اله الا الله محمد رسول الله، الا وصل شي مسلم لهاد المرض هذا، والله القسم اخواني المشاهدين، وسيرتو هنا في هاد النواحي ديال هاد الجهه هادي ديال المانيا اخواني المشاهدين كيقيسوا الناس بزاف، والناس بزاف كينتحروا، هنا كاين واحد ماشي موسم كتوصل واحد الوقيته اخواني اخواتي الكرام، راهم الناس اللي غادي هنا في المانيا غادي يقولوا عندك الصح، كيتوصل بهم واحد الوقيته كيبقاو يرميو راسهم حدا الترانات، اقسم بالله العلي العظيم، راه لا اله الا الله، انا بغيت غير نوجه هاد الرساله بان رحنا معاها ان شاء الله، وما تخاف من حتى شي حاجه، وراه غادي يجيب الله اللي غادي لا اله الا الله، غادي يجي ان شاء الله واحد النهار غادي تكون بخير، يعني هي درك راه خايفه منه التهديدات ديالو، هذا الشيء غادي ندير لك غادي نقتلك غادي نفعل لك، هاد اخواني اخواتي الكرام ما نطولش عليكم ان شاء الله، وغادي يجي واحد النهار ان شاء الله غادي نمشيو عندها الى كتب الله باش تعرف، لاننا رحنا معاها راكم شفتوا الفيديوهات اخواني المشاهدين، قالك ضرب لها راسها مع الحيط ضربها، يعني قالت لك حتى هي تقاومت معاه وضربت معاه قبشها، قالت لك هذا الشيء في خبر البوليس كامل، يعني وليداتها لا اله الا الله محمد رسول الله، التهديدات كذا بالقتل كذا المافيا الثاني، فهمتوني اخواني اخواتي الكرام، هذا الشيء راه خطير بزاف، لا اله الا الله، يكون الخير ان شاء الله، وتحياتي لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، وتبارك الله عليكم.